اطردوا معين مخبازة وحكومة من عدن، اطردوهم، اطردوا اللصوص، هؤلاء لصوص سراسرة. معين مخبازة هذا واحد سرسري نصب 2 مليار من البنك المركزي بتقارير من مجلس الأمن الدولي، بتقارير من لجنة العقوبات الدولية، انه احتال على 2 مليار دولار. ما سرق 2 مليون هو دولار، سرق 2 مليار. والشعب اليمني ما عندهم حق العشاء، والناس بدون رواتب، وما في خدمات، ما في مياه، ما في كهرباء. 2 مليار هذه بتعيش عدن سنتين للأمام. هذا واحد سرسري يجب أن يحاكم، اطردوه. كلنا يعلم أن هذا يعني مجرد موظف مع السفير السعودي، ما عند أبوه أي قرار. هذا يجب أن يحاكم، يجب أن يسجن، يجب أن يحاسب هو عبد ربه منصور هادي على ما اقترفوا في جرائم اليمن في حق اليمن واليمنيين. الشعب اليمني 6 سنوات، نص الشعب بدون رواتب، نص الشعب ياكل من الزبالات. يا عبد ربه منصور هادي، انت ومعين مخبازه، وانتم جالسين بتجمعوا الاموال، بتسرقوا قوت الشعب، بتاجروا بدماء اليمنيين، بتاجروا بمعاناه اليمنيين. كم سرقتوا من مليارات؟ المليارات اللي معكم بتعيش اليمن 20 سنه للامام. استحوا على وجوهكم قليل، لا قدمتوا خدمات، لا قدمتوا تنمية، لا قدمتوا أمن، لا قدمتوا دولة ولا شيء. 6 سنوات انتم تقولوا الشرعية الشرعية، ونحن نقول الشرعية الشرعية. على ايش؟ هاتوا لنا منجز واحد قدمتوه لليمنيين ولا قدمتوه لليمن. الموانئ مغلقة، والمطارات مغلقة، والجزر محتلة، ومحافظة المهرة محتلة، وسقطرة محتلة، وميناء عدن محتل، وميناء حضرموت محتل. كل شيء معطل في اليمن بسبب مباركتكم انتم معين مخبازة. انتم يجب ان تحاكموا. لا، المشكلة في ناس يدافعوا عن هؤلاء اللصوص. ما حد يدافع عن هؤلاء اللصوص مرتادي الفنادق الا واحد لص زيهم، ولا مرتزق، ولا مرتهن. رهنتوا اليمن، اهنتوا اليمن واليمنيين داخل بلدهم وخارج بلدهم. شاهدنا مجموعة من الصيادين يرموا السعوديين داخل عدن صيدهم الى البحر. على ايش انتم؟ شرعية على ايش؟ الحوثي اللي تقولوا انه حوثي ميليشيات، قارنوا انفسكم بالحوثي، شوفوا انتم ايش عاملين، وشوفوا الحوثي ايش عامل. الحوثي اللي تقولوا انه ميليشيات، الدولار عنده ب600، وانتم اللي تقولوا دولة يا مرتزقة الفنادق، الدولار عندكم ب1000. الحوثي الامن عنده متوفر، والمحاكم تشتغل، والامن والاستقرار موجود، لكن عندكم معدوم. مداهمة بيوت الناس، قتل الناس، لا دولة، لا أمن، لا قضاء، كل شيء معطل، وتجي تقولوا شرعية. على أي شرعية؟ أنتوا أساس كبير من المشكلة في اليمن. أنتوا يجب أن تحاكموا، يجب أن يقدموكم الشعب اليمني للمحاكمة، مش تكريمكم. أنتوا لصوص، عودوا الفلوس اللي سرقتوها من أموال الشعب. عندكم مؤسسات، عندكم مصانع، عندكم شركات. أنتوا يجب أن تحاكموا، مش أن يعني تتقلدوا مناصب في الدولة. أنتوا فاشلين، فاشلين، فاشلين. شو نعمل لكم ان كان انتم فاشلين؟ شو نعمل لكم؟ شو يعملوا لكم اليمنيين ان كان انتم سرق؟ ان كان انتم بلا حياء ما تستحوا؟ حتى مأرب اليوم اهلها يدافعوا بارادتهم الشخصيه،